السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله على اخبار شباب القبائل واخبار الجي اس كا. كما راكم تشوفوا خاوتنا، والله صراحه فعل مخل بالحياه جدا. يعني اللاعب الوحيد الذي يغيب على التدريبات متى يريد، الوحيد الذي ياخذ امواله بانتظام يعني ما يسمح في حتى شهرية، الوحيد الذي يشتم زملائه في المباريات، دائما يلعب كأساسي، كل هذا والرئيس ونائبه ساكتين على خاطر يخافوا منه. ما فهمتش، يعني هذا هو شيكور شبيبة القبائل؟ نعم، الجي اس كا الجديدة بقيادة إدارة خوفة. والله صراحة اللاعب هذا اللي حيرني بالبزاف خاوتنا، والله عيب وعار. يعني إدارة مانيش فاهم انا الاداره هذه، نورمالمون نحن نطالب بمعاقبته، نحن نطالب باش يعاقبوه خاوتنا صراحه. والله يعني كارثه باش يسب الحارس مجادل هكاك وكذا ويكروشي معاه ويتقابد معاه، هذا امر غير اخلاقي نهائيا. خليونا الاراء تاعكم في التعليقات ولايك على الفيديو.